كمان لازم نخضع لمين؟ لليوفي يتحول ل ارجو كالسيفيول. تمام؟ ارجو ايش؟ كالسيفيول اللي هو كان فيتامين دي 2 دي 2. تمام؟ طبعا الاكثر الفعاليه والاكثر وفره هو الفيتامين دي 3. تمام؟ دي 4 دي 5 دي 6 دي 7 بتجي منين؟ مصنعه من سايتوستيرول. تمام؟ كل اللي بتميزني هاي الفيتامينات انه بتحتوي على نواه سيرويدي، بتحتوي على نواه سيرويدي. فيها مشكله يا جماعه؟ بس شلون تحول الكوليسترول كالسيفيرول؟ عن طريق الجلوتيلايد. تمام؟ اللي بيكسر الحلقه الثانيه تمام؟ بتتحول لامين؟ لسيكوستيرول، بغير من شكله لحتى يتحول لهذا الشكل. هلا السايتوستيرول شو بيعطيك؟ موجود عندكم بس ما ناخذينه بالتفصيل. السايتوستيرول شو بيعطيك؟ فيتامين دي 4 دي 5 دي 7 كمان سايتوستيرول. تمام؟ هاي كلها عباره عن ايش؟ فيتامينات دي مصنعه ما لي فيها. انا بيهمني مين؟ دي طيب الدي 3 انا هذا اللي بيهمني بعد الكيمستري تبعيته عباره عن ايش؟ عباره عن ماستيرويدي هو نفس الكيمستري تبع مين؟ كوليسترول تبع الكوليسترول. هذا اول شغله. الشغله الثانيه لحتى يتفعل هذا ما له شكل فعال هذا لسه كله طليعه لحد هلا عباره عن ايش؟ عباره عن طليعه لازم ينقلوا على الكبد يرجع كل كالسيرول لوين؟ على الكبد او انا اذا اكلته من برا بيروح عن طريق الكيلو مايكرونات بيوصل لوين؟ على الكبد. طيب وصل على الكبد، بالكبد في عندي انزيم اسمه 25 هيدروكسيليز. 25 تمام؟ لا 25 بس. 25 هيدروكسيليز تمام؟ هلا بحول لي كل كالسيفيرول ل 25 هيدروكسي تمام؟ كل كالسيفيرول كولي كالسيفيرول أو لو باكل واحد ما صار كولي كالسيفيرول تمام؟ 25 هيدروكسي هذا ال 25 هيدروكسي هو اللي بينتقل وين؟ في الدم زين هذا اللي بيتخزن بشكل مخزون هذا المخزن بينتقل بالدم والمنقول بالدم تمام؟ 25 هيدروكسي فيتامين د هو اللي بينتقل ايش؟ في الدم هو الشكل المخزون يعني ايش بقول الشكل المنقول؟ هو الشكل بعد ما خزنه على اي اساس بينتقل؟ كله هذا هو. فبينتقل عن طريق بروتين اسمه فيتامين د بايندينج بروتين بس. ليه الاعضاء اللي بتحتاجه؟ مين هي الاعضاء اللي بتحتاجه؟ عظم كل اول شيء العظم انتستين تمام عشان نمتص الكالسيوم صح؟ نعم الكلي مشان تمنع اطراحه العظم والبونز العظام مشان يثبت فيها مين؟ الكلس طيب هدول الاعضاء كيف بحفزني الفيتامين د؟ فيها انزيم اسمه واحد هيدروكسيليز بعد هذا بيضيف بال 25 هيدروكسيل جروب هذا ايش بيضيف؟ واحد بالواحد فبصير اسم الفيتامين د الفعال واحد 25 هيدروكسي كل كالسيفيرول تمام كل كالسيفيرول فهذا هو الشكل الفعال هذا هو الشكل اللي بيشتغل وين بيشتغل؟ بالانتستين والكدني والبول نعم الكبد ما كان بالكبد لا لسه مو فعال هذا الشكل المخزن كيف لك انا اخذناه من الكبد على بقيه الاعضاء؟ عن طريق الليبروتينات لا منين؟ الكبد الكبد لهون عن طريق فيتامين د بايندينج بروتين عشان كذا 25 هيدروكسيل طيب اذا مو فعال انا ايش اللي بدي انقله؟ مش فاهم؟ مو هون هذا الانزيم وين موجود؟ في المكان اللي بدي اشتغل فيه يعني هو تمام؟ يعني انت هلا تمام؟ اسمك طالب جاي من البيت ما معك ولا كتاب قلت لك انا عندي جانب اعطيك كتاب فبصير اسمك طالب فعال هو يتفاعل بالاعضاء فهذا يتفاعل هون بالاعضاء تمام؟ مفهوم يا جماعه؟ وين بيتفعل؟ بيتفعل الاعضاء هون بعد ما يتحول ل 1 25 هيدروكسي اما في الكبد فقط 25 هيدروكسي 25 هيدروكسي والشكل المخزن والشكل المنقول لحتى يشتغل لازم نضيف له هيدروكسيل جروب في الموقع رقم واحد انت في الانتستين او في الكدني او في البونز او في البلاسينتا في الشبكيه
مو بلاست مو شبكي بس انت اللي هي ماشين دي ان ماشين بالبسل تمام اشتغلت بالكلي نعم اشتغلت بالكلي يلا جاي قصدي لا كده لا سمحك انا ولا واحد المهندس بيتي الاستراتيجي هوني امتصاص هوني اعاده امتصاص هوني تسديد طيب هلا خلينا نجي الواحد 25 داي هيدروكسيكول كالسيفيرول اسمه كالسيترول كالسيترول خلاص هيك احسن هذا الاسم النهائي هذا هو الاكتف فيتامين د فورم الفيتامين د عشان الفيتامين د كان في صار اسمه كثير اول شيء بيتشكل من اشعه الشمس وسميته صن شاين فيتامين شكل ايش نصبه بيمنع الكساح اسمه انتي ريكيتيك فيتامين بيتشكل من فيتامين من الكوليسترول اسمه كول كالسيفيرول تمام الكول كالسيفيرول مرة بيحصل له هيدروكسيليشن في الموقع 25 ومرة في الموقع 1 فإذا واحد 25 داي هيدروكسيكول كالسيفيرول ونفسه مين هو؟ كالسيفيرول مين الشكل اللي بيشتغل؟ كالسيفيرول مين الشكل اللي بيتخزن؟ 25 مين الشكل اللي موجود في الدم؟ 25 هيدروكسي جميل طيب إيش بيساوي في الانتستين؟ بالانتستين الكالسيفيرول هذا بيحفز الجين اكسبريشن بيحفز مين جين اكسبريشن تعبير الجين لجين مسؤول عن تشكيل بروتين اسمه كالسيوم بايندينج بروتين او كالبندين تمام زين كالسيوم بايندينج البروتين يعني البروتين الرابط للكالسيوم الرابط مين للكالسيوم معناته الفيتامين د ما هو اللي بيمتص الكالسيوم هو بيفعل البروتين هذا البروتين شغلته التقاط مين التقاط الكالسيوم من الامعاء تمام بالتالي كله يحفز الجين اكسبريشن لبروتين اسمه كالسيوم بايندينج بروتين او الكالبندين هذا الكالبندين ايش بيساوي يربط الكالسيوم موجود وين في الامعاء فبالتالي بيعمل على زيادة الامتصاص الامتصاص الابزوربشن ابزوربشن اوف مين اوف كالسيوم تمام ابزوربشن اوف مين الكالسيوم نعم شو باكل وين يبقى هو نعم هو بيكون موجود بالتحديد يعني في الامعاء جوا الخلايا لا هو الكالسيوم موجود في لمعة الامعاء مين اللي بده يسحبه لجوا؟ اللمعة على الخلايا تمام؟ هذا هو في مشكلة هون؟ أكيد؟ حاسسكم تنحين ما بعرف ليش تمام؟ شيك حاسسكم تنحين يعني في شيء مفهوم كذا جيد هلا بالكلية بيحفز مين؟ إعادة الامتصاص خلاص راح يمتصح يعد امتصاص مين كالسيوم مشان ما ينطرح وين في البول طيب معناته هون معناته هون الكلت ايش بيعمل ابزوربشن اما هون ري ابزوربشن معناته سواء عمل ابزوربشن او ري ابزوربشن ايش عم يشتغل معناته الفيتامين د عم يرفع نسبه الكالسيوم بس وين عم يرفع الجسم السم بقول في الدم تمام؟ رفع مبدئياً وين؟ في الدم. مبدئياً. أيوه في الدم. ولكن نهائياً الجسم ما بيرفع الفيتامين د الكالسيوم في الدم. بيرفعه وين؟ في الجسم. يعني بيرفعه في العظم. بيرفعه في الأسنان. تمام؟ بيرفعه في الخلايا. بس ما بيرفعه وين؟ في الدم. لأنه مين اللي بيرفع الكالسيوم في الدم؟ بارا ثايرويد هرمون بي تي اتش هذاك بيشيله من العظم بيستلمه من الدم اما هذا ايش بيساوي يروح بيشيله من الدم على العظم بيشيله من الدم بيزته في العظم بيشكل لي ايش بيشكل لي اياه بيشكل لي منه ملح نباتيه شلون انه بيحفز الاوستيو بلاست وبيصبط مين يعني بيحفز البنيات وبيصبط مين الكالسيوم معناته الفيتامين د ايش بيساوي بياخذ الكالسيوم من الامعاء وبياخذ الكلس من الكلي لعالدم ومن الدم على العظم فبالتالي هل هو زاد نسبه الكلس في الدم لا لا حتى هو زاد الكلس وين التوتال الموجود في الجسم تمام فمثلا كان عندنا 50 جرام صار 60 جرام تمام من الكلس بس ولكن ما بزوده بالدم اما البي تي اتش شلون بيشتغل البي تي اتش بس مشان نعمل مقارنه بسيطه
البي تي اتش، البي تي اتش بيشتغل مثل الفيتامين د على هدول الثلاث اعضاء تماما. تمام، البي تي اتش بيشتغل هون. شوف الجماعه بس مشان نفهم، البي تي اتش كمان بيشتغل على الانتستين ويشتغل على الكلية ويشتغل وين؟ على البول. على البول ايش بيساوي؟ بيزود الابسوربشن في الامعاء، وبيزود مين؟ الريابسوربشن معناتها بيشتغل نفس الفيتامين د. معناتها بقول انا البي تي اتش ايش شغلته؟ يحفز تشكيل الفيتامين د. ليش؟ لانه بيشتغل عن طريق فيتامين د. انت بيشتغل البي تي اتش عن طريق الفيتامين د. شلون يعني؟ بيحفز، كان يقول عم بيحفز الفيتامين د مشان يعمل ابزوربشن وري ابزوربشن. تمام؟ فهون عم يشتغل ولكن بشكل غير مباشر. وين شغله الاساسي؟ شغله الاساسي العظم. معناتها هون رح ياخذ من الانتستين ويطرح في البلاد. تمام؟ وياخذ من الكليه وعدم. وياخذ من العظم عدم. معناتها بيرفع لي نسبه الكلس وين؟ في الدم. اما فيتامين د ما بيشتغل هيك. فيتامين د بياخذ من الاستنكن من الانتستس الكدني من الانتستين ومن الكدني وبيطرح وين؟ في العظم. وين بيطرح؟ في العظم. مفهوم يا جماعه؟ هذا الفرق ما بين البي تي اتش والفيتامين د عشان ايش؟ نفهم. طيب هاي هي بالنسبه لمين؟ لا الوايز وظيفه الفيتامين د. وظيفه مين؟ الفيتامين د. عشان بدي اعمل المونتاج هون يعني شلنا هذول الشغلات لا وعرفان انه والله هاي المحاضره رقم 4 ولا المحاضره رقم 50 لا هالعالم مستوي ولا مش مستوي. هو ما بيحفز الدخان الكسول بيطلع على عضله الكمانيس منو فيتامين د بيحفز الدخان الكسول من الامعاء ومن الكليه نفس اللي بيطلع على العظام هو اللي بيحفز نبره العظام ده لما لا يفقي يا دكتور نعم ده لما لا يفقي ما في بشيء لا يعني هو اللي بيعضل يمتصه بينقله على العظام اللي في شيء الناقل الثاني يوديه على النور. لا انا في عندي الاشسمه، في عندي البروتينات الرابطه للكالسيوم للالبومين، هو اللي بينقل لي اياه ده مش شرط النقل. تمام. طيب اعراض نقص، اعراض نقص الفيتامين د كساح كساح عند مين؟ اطفال. اطفال عند الكبار. تليون الاوستيوبروسيس والاوستيوماليشيا. اوستيوماليشيا انت وش قلنا؟ مو قلنا كيراتوماليشيا تلين قرني. اوستيوماليشيا تلين العظام. نحن نعرف العضو اللي معانا العضو هذا مين؟ هذا عضو. شوف من العضو صح؟ هذا العضو عباره عن ايش؟ عباره عن خلايا ماتريكس. تمام؟ ماتريكس هذه الماتريكس كولاجين وشوية بروتين وإلى آخره. تمام؟ وجود الماتريكس لحاله معناته العظم طري. مين اللي بيقسيه؟ منح العظم مثلا الكلس. معناته شغلة الكلس فقط التقسي. الكلس بيساوي فقط بيقسي العظم، بيقسي المناطق اللي موجود فيها الماتريكس اللي بيرسم عليها. طيب هلا اذا نقص الكالسيوم صار في عندي عظم لين نسميها اوستيو ماليشيا. فقط نقص بمين؟ الكالسيوم. طيب الاوستيوبروسيس انا في عندي مشكله بالاصل بمين؟ بالماتريكس. انا عندي مشكله وين؟ بالماتريكس. معناتها العظم من جوا فاضي، العظم من جوا فيه فراغات. في ايش؟ فراغات. بالتالي هذا بيتكسر بسهوله. يحصل له ايش؟ دائما الكبار بالعمر يحصل له ايش؟ مالتيبل فراكشن، يعني كل ما وقع شوي مش يقول له ايش؟ تكسر العظم. ليش؟ لان العظم صلب بس ولكن من جوا فاضي، بالتالي ايش؟ اي ضربه بتكسره. السبب انه عنده مشكله في الماتريكس، معناتها في الاوستيوبروسيس ايش بقول؟ اوستيوبروسيس في عنده نقص بمين؟ بالبروتين. نقص البروتين كمان عم تنقص وراها مين؟ شوية كلس. تمام؟ أنا مفروض آخذ مثلا 100 جرام أو 100 ملي جرام لكل عضو. إذا كان الماتريكس مليان، هذا ما غير 50 صح؟
صح؟ ايش السبب؟ انه في عندي فراغات، فبقول بينقص البروتين وبينقص معه مين؟ توتال كالسيوم تبع العصب. تمام؟ فهمنا شو الفرق بيناتهم يا جماعه؟ الاوستيوبروسيس هي عباره عن ايش؟ هشاشي جاي بعكس كلمة مين؟ مو بعكس شوف يا جماعة تليون ايش عكسه؟ تصلب ايش؟ تمام؟ ايش؟ صخر العظام. ايش ما بدك تدخلها؟ تمام؟ طيب اما هشاشي ايش عكسه؟ هشاشي ايش عكسه؟ قساوي. ما هي القساوي هو؟ تليون قساوي. وين هشاشي؟ صلابي. حلق من داخل. متاني. مصمت أو كان. كسافي. اللي هي مش هشاشي. تمام؟ جاني الكسافي. ليش؟ خلي هو في عندي نقص الكسافي العظمي. عشان نقص الكسافي العظمي ده هي نقص الماتريكس. نقص مين؟ الماتريكس. نقصة الماتريكس ما تصفي عندي ايش؟ هشاشي. فيها مشكلة هون يا جماعة؟ بس يعني نفهم بحلول ان شاء الله ايش الغايب باللغة العربية. هاي بالنسبة لمين؟ للفيتامين ده خلاص. نجي على الفيتامين اللي بعده. فيتامين اي. هذا اللي ناخذ استراحه جاي انتوا لو حاضرين الاسبوع الماضي نعم خميس شو بدك الشغل الثاني جاي انا خميس ما عندك شيء لا الساعه بكرة خميس بكرة يعني خميس ماينوس حسب ما نجي عندي شيء تجي الخميس أنا بيجي بكرة خميس رقم من هلا تجي ماينوس بيجي أنت ساعات مش عارفين25 في الكبد تمام بعدين على الكلي بنضيف له واحد